نشكر مؤسسة يتملر وقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم اليوم بتوزيع حرامات على الفلسطينيين النازحين في أماكن النزوح والمدارس، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وحرب الإبادة الذي يشنها ضد الفلسطينيين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 19 ديسمبر 2023 ولا زال هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر. بدورنا في يتيم لير فكفي نقدم المساعدات العاجلة لأهل قطاع غزة. اليوم توفر مجموعة من الغطاء الشتوي في ظل هذا البرد القارس، وفي منطقة شمال قطاع غزة سنقوم اليوم بتوزيع هذه المساعدات لمستحقيها بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 18 ديسمبر 2023 ولا زال هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متواصل، حيث بدورنا في يتيم لير فكفي نقدم الوجبات الفردية والمساعدات العاجلة لأهل قطاع غزة. نطمئنكم جميعا أن تبرعاتكم تصل إلى قطاع غزة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نسأل الله أن يتقبل منكم، بورك لكم في عطائكم وجعله الله في موازين حسناتكم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر 2023، والذي يصادف اليوم 72 من العدوان على قطاع غزة في معركة طوفان الأقصى، تقدم جزيل الشكر والتقدير لمؤسسة يتيم لير وقفي على تقديم مشروع يوم طبي مجاني لصالح النازحين في مراكز لواء محافظة رفح تل السلطان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الجهود الجبارة منكم، وأن يبارك لكم في عطائكم المتواصل، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. موجود. وقف اليتيم من تركيا. هذه السيارة تبرع من يتيم من وقف تركيا. كما تشاهدون الآن يريكم السيارة من داخلها وهي جاهزة ومتكاملة. هذه السيارة بشكل مرتب وجاهزة إن شاء الله تعالى للشحن إلى قطاع غزة. هذه السيارة من الداخل كابينة السائق ومساعده، أيضا سيارة جاهزة ومستعملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم اليوم باستئجار بركس وبناء عدد من الخيام داخله، وذلك لواء عائلات فلسطينية نزحت من الشمال إلى الجنوب، وذلك جراء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الفلسطيني ضد الفلسطينيين وتهجير أكثر من 1,000,000 فلسطيني من الشمال إلى الجنوب. نشكر مؤسسة يتيم لير وقف، بارك الله في عطائهم وتقبل الله منهم. Thank you.